مرحبا، اليوم بتعمل انا وياكم طريقة تحضير مناقيش الجبنة بالمقلاية بدون فرن. عنا كوبين طحين، مي فاتر، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة سكر، ملعقة ونص خميرة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط طحين، خميري، سكر، الملح، خلطهم مع بعض. هلا بحط شوي شوي مي وبعجن. بسم الله. انتهينا من العجن. برش رشة صغيرة طحين، هلأ بغطيها وبتركها نص ساعة لتخمر. بعد ما خمرت العجينة بعد النص ساعة، هلأ بدنا نكفي الطريقة مع بعض. اكيد عندي هون جبنة مازوريلا خلطتها بجبنة تشادر، فينا اي نوع جبنة نستعمل. اول شي بحط شوية طحين على الطبلية. بسم الله. شيل العجينة بهذا الشكل. هلا بحطها بالمقلاي وبحط عليها الجبنة. اكيد بحمي المقلاي منيح، بس حميت المقلاي بحط العجينة بهذه الطريقة وبرش كمان جبنة. اذا حبينا كمان منحط سمسم. بس دابت الجبنة بتأكد من العجينة إذا استوت. استوت، هلأ بشيلها وبحطها بوعاء. هولي مناقيش الجبنة اللي عملناهن مع بعض. كمان ضل عندي عجينة بدي أعمل فيها مناقيش زعتر، بس حبيت نشوف مع بعض طريقة مناقيش الجبنة. هول المناقيش اللي عملتن انا وياكن. العجينة اللي عملناها مع بعض عملت 7 مناقيش. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.